اللي انا عايز اقوله بقى بالنسبه، هتكلم بلسان ايمن شوقي اللعيب، اتكلم بعد كده بلسان ايمن شوقي المتفرج او المشجع للنادي الاهلي. انا كلاعب كل فتره كده او كل ما يحصل مثلا وقعه او انا مستوايا مش كويس او انا بحس بنفسي. على فكره اللعيب اول واحد بيحس بنفسه، ولعيب النادي الاهلي بالذات، لان لعيب النادي الاهلي او نوعيه لعيبه النادي الاهلي مختلفه عن اي لعيبه تاني، مع احترامي لجميع الانديه في مصر. لعيب النادي الاهلي بسمع حاجات غريبه جدا، الـ يعني هي بتبقى تحليلات، بس انا هتكلم بقول لك من نقطه ان انا كنت لعيب يوم من الايام في النادي الاهلي. لعيب النادي الاهلي مفيش حاجه اسمها تشبع، مفيش حاجه اسمها تشبع من البطولات، مش في لعيب، مش لعيب النادي الاهلي. ولو حسبناها ارقام هتعرف بالارقام ان لعيب النادي الاهلي ما بيتشبعش بالبطولات، فدي على جنب. مفيش اصلا وجه مقارنه بيننا وبين اقرب المنافسين لينا في جميع البطولات، فحته التشبع دي مش موجوده. ده احنا بناخد بطوله النهارده بنفرح النهارده، تاني يوم بننسى ان احنا خدنا بطوله، دخلنا بطوله جديده خلاص بنبص للبطوله الجديده، عايز اجيب البطوله الجديده. بس في فرق بين حاجتين، يعني في ناس بتقول ان اللعيبه ما كانش عندهم الرغبه في الفوز. لا، انا كلاعب نادي اهلي عندي الرغبه في الفوز، لكن في فرق بين الرغبه في الفوز والسعي للفوز. زي بالظبط انت داخل على امتحان، تلميذ داخل على امتحان عايز انجح، ولكن انا ما ذاكرتش عشان انجح. بالظبط ده اللي حصل ماتش الطلاق. ماتش الطلاق احنا مسيطرين عليه، بس هم نجحوا ان هم يجرونا اللي هم عايزينه، فانا ما نجحتش، هو اللي نجح بالرغم ان انا كنت الافضل. بس مش هو ده النادي الاهلي، مش هي دي صوره النادي الاهلي، مش هي دي شخصيه لعيب النادي الاهلي، مش دي شخصيه لعيب النادي الاهلي اللي هو بياكل الملعب، بيلعب روح قتاليه عشان المكسب. سيبنا، انا مش هتكلم على الجهاز الفني والجماعه اللي بيتكلموا على دور الجهاز الفني واخطاء الجهاز، لا مش هتكلم على دي ابدا، انا مش دعوه بالموضوع دوت خالص، انا ليا دعوه باللعيبه في الملعب. انا هفضل ايدك وادعمك ومعاك لحد اخر ثانيه وراك، لان انت بتمثل النادي الاهلي، لان انت من فتره بسيطه جبت 4 5 بطولات. ما انت اهو انت نفس الشخص، لازم كل فتره اقف مع نفسي شويه، اقف ان شاء الله اقف مع نفسي قدام المرايه، انا ده الشخص ده اللي جاب 4 5 بطولات في 5 6 شهور؟ لا، اكيد في حاجه غلط، اكيد في تقصير. انا زي ما قلت لحضراتكم الماتش اللي فات عندي الرغبه في الفوز، بس انا ما ساعدتش عشان اكسب، ما ساعدتش. وناس ثانيه تقول لك ايه، اصل لعيبه النادي الاهلي عندها تشبع ومحتاجه دوافع. دوافع ايه؟ معلش انا بتكلم لان انا في حته جلد الذات او المحاسبه مع النفس دي لازمه في بعض الاوقات. اللعيبه دول حبايبي واخواتي واولادي، فانا بتكلم للمصلحه العامه، انا بتكلم للمصلحه العامه، لان احنا نتمنى ان النادي الاهلي يفضل عالي على طول، هيفضل عالي على طول.